أكد الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أن مملكة البحرين حققت أعلى المراتب الصحية في القطاع الصحي والطبي بفضل ما تتميز به من نظام متين وبنية تقنية وجاهزية عالية. جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات يوم الصحة العالمي، حيث هنأ البحرين على الإنجازات العديدة التي حققتها في المجال الصحي، الأمر الذي جعلها نموذجا يحتذى به في مجال الصحة للجميع وبالجميع، مبينا بأن المملكة أضافت إنجازا مبهرا في البرنامج الموسع للتمنيع، فقد تمكنت من الحفاظ على مستوى القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية في إقليم شرق المتوسط، مشددا على أن البحرين أبدت اهتمامها بالمحافظة على الرعاية الأولية من خلال تقديم الحماية الفعيلة والعاجلة للمستجدات الطارئة، وما يؤكد ذلك استجابة المملكة الفورية لجائحة كورونا. هذا وذكر المنظري بأن البحرين تميزت بإعلان منظمة الصحة العالمية المنامة مدينة صحية كأول عاصمة في إقليم شرق المتوسط، وقد سبق ذلك اعتماد عدد من المدن في المملكة، مضيفا بأن البحرين تفوقت أيضا في برنامج الجامعات الصحية، حيث تمكنت 5 جامعات من الحصول على لقب الجامعة الصحية في وقت واحد، لافتا إلى جهود المملكة لتطوير مهارات العاملين في القطاع الصحي من خلال البرامج النوعية على المستوى الأكاديمي والعملي.